مشكل، يلزم نعرفوا بها في تونس، يلزم سي كاتاستروف غراف برشا. انسان يقرا في حاجه ما يعرفش مصر، الدوله لازمها تعمل ماركتينغ للبيوتكنولوجي. التكنولوجيا خساره في تونس ما عندهاش ابليكيسيون كبيره. ديجا فما بروفيت يقولوا فيها هكا، يقول لك فما انت جيت للانستيتيو هذي ايش تحب تعمل؟ دونك كيلكان كي ان ديبلوم ماتيماتيك اون سي بيان كو بيانتو يل فا اتر بروفيسور دو ماتيماتيك في ليسي، يقعد عام اثنين ثلاثه 10، ما هو اللي فا اتر ريكريتي في لونسينيمون سيكوندير اون توك بروفيسور. ان بيو تكنولوج سا فدير كيلكان نورمالمون ميتريز توت لي تكنولوجي انوفونت اي دو بوان في الدومين دو لا بيولوجي كي باش تحطو في تونس. معناها تمشي حاشم بالليسونس نتاعك. الباجاج سيونتيفيكمون بارلون، حاجة اسمها فيها كلمة بيو، راك يا أخي عندك فيها الباجاج نتاعك وتنجم بيد الله تقرا. بوك لو ريكتور دي زيتيود، جو كو لو مايون فيرم، لو مايون لو بلو فيرم، سي لا فورماسيون براتيك. ما حد كي باش نعمل نوتر تاعي أنا مظلومين. وحنا قا كل شيء وما نعملوا حتى شيء. باش كي يخرج يا أخي يقاوم يخدم. ممكن ياسر في ستاج، ستاج ينطر منه خدمة. علاش تحرموا منه انت هذا؟ يجيوني يا عباد تلقاه يعمل هكا، صدقني اقسم بالله باش يدخل يطلب في ستاج اصلا ما تعرفوش بانه لو ريحته. حاول تتحرك الإدارة معنا شوي، حاول انت بروموسيون كي خرجتها مش هي تخرج تتخرج تمد لهم شهادهم ترتاح هاي هاما مشي. كل عام ما عادش 700 800 وخرج كالعاده كل عام 500 400 الله اعلم بين فين يمشوا، اللي في الشارع في الشارع، اللي مطيش مطيش، اللي في القهاوي. فر المشكل هنا لازمنا نعرفوه احنا نكونوا في ميتي سابقه لعهدها بالنسبه لي. مش قاعد تعمل كي راه فما ربي فتا فما ضمير ماكش تخلص في زملين ومليون ونص باش تمشي تكلم من صغارك وتاتي وغيرك. فريق الأعداد المرة هذه كانت وجهته داخل المنطقة، حبينا ناخذ آراء الإداريين المسؤولين على وضعية التكنولوجيا في تونس ككل ووضعية لي اس بي ام بصفة خاصة. كنت شفتوا في الفيديوهات اللي فات كيفاش تعرض فريق الأعداد لصعوبات كبيرة في التحدث مع بعض مسؤولين في مؤسسات معنية بالدرجة الأولى في تشغيل خريجي بيوتكنولوجيا. لكن هذا ما منعناش باش نكملوا اللي بديناه واللي عازمين باش نكملوه بكل حرفية، وذاك علاش توجهنا لعدد كبير من المؤسسات المعنية واللي حتى واحد ما كانت عنده فكرة على اللي شفناه وسمعناه غالي. لكن قبل هذا هات نرجعوا للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير واللي باش نعطيوكم اكستري صغير من الحوار اللي صار مع مدير الدراسات الدكتور جوهر الغربي واللي الحقيقه تقال كان شيق وشيق للغايه. ليس بي ام مرت فترات كبيره، سيتي اخذ ورد الحقيقه. إن با تروفي اونكور ليكيليبر نتاعو، إن با تروفي ليكيليبر نتاعو في التكنولوجيا. ثم اون ديسباريتي اقولها بكل صراحه في لا فورماسيون، سيتي تونتاكيومان، اون با مال دو فورم، شويه ديزيكيليبر، على خاطر اللي تخرجوا بيوتكنولوجي ميديكال، وتخرجوا بيوتكنولوجي مارين، وتخرجوا سونس بيولوجي، ما مشاوش لسوق الشغل، الأكثرية نقولوا الأكثرية، مهن معروفة في المجتمع، الطبيب الطبيب، المعلم المعلم، الأستاذ الأستاذ، المحامي المحامي، القاضي القاضي، معروفة يعني فهمتني. متكون في الجامعة على أساس مش يمارس المهنة هذيك. اليوم احنا بتاتر من سوء حظنا اقولها بكل صراحه، اوني اون تران دو فورمي، دونك نرجع لك لا كاليتي دو لا فورماسيون، يا بوكو دو شوز ا دير في الكاليتي دو لا فورماسيون تاعنا. نكونوا في مهنه مفقوده، اليوم خرج من الياس بيام هذاك الدبلوم دو بيوتكنولوجي، فين سكون بوان دو شوت تاعنا؟ ولهنا الخلل، لهنا وين المشكل الكبير في تشغيليه الدبلوم هذاك. Donc quelqu'un qui a un diplôme en mathématiques, on sait bien que bientôt il va être professeur de mathématiques au lycée. Il va devenir il va être recruté dans l'enseignement secondaire en tant que professeur de mathématiques. Mais un biotechnologue, ça veut dire que quelqu'un normalement maîtrise toutes les technologies innovantes et de pointe dans le domaine de la biologie, il ne se prend pas tout ça. On ne sait pas si on peut faire 400 biotechnologie pour la jumorie de Tunisie, les 12 millions de cycles, ou la siège de Sadi Marouf, Siaha,
فلاحة ونبقى الاندستري فارماسيتيك نعرفوها من باهي ولا الاندستري ما نعرفش كل ما هو اندستري فاليور اجوتي في تو سكي دومين دو بيوتكنولوجي خلال دو لابار دو لونيفرسيتي دو لابار دو لانستيتو اللي ما جامي ابوردي هذه التكنولوجي بروبرمون دي قاعدة تحديد لا بيوتكنولوجي و جو بونس كو لي ايتيديون زون تو تافي ريزون كونت يل بار كي يا ابسونس دو دي بي باغ اكزومبل. Eh bien, c'est ça la biotechnologie. Il y a ta mère à la carte, il y a c'est pas la peine. C'est une bâche, moi, les gens, c'est à toi de biotechnologie. C'est une bâche, en tous les îles. Quand tu as des études statistiques, tu as des gens qui sont diplômés en, en biologie, dans la biotechnologie, qui sont au niveau licence, master, doctorat, acteur, à la médecine. Donc, doctorat, contre grave, on a un grand nombre même d'acteurs fait biologie. On a une biotechnologie, on a une biotechnologie, on a une biotechnologie. Donc, le directeur des études, je vois que le maillon faible, le maillon le plus faible, c'est la formation pratique. C'est la formation pratique. On ne donne pas la chance à l'étudiant de faire sa manipulation de façon autonome. Il y a quand même une chose qui est de faire un consortium, c'est de pouvoir instaurer, ou d'ailleurs, d'avoir comme tout le monde, l'association tunisienne des étudiants en biotechnologie, d'avoir le monde, c'est très important. C'est de pouvoir instaurer dans ce tissu très classique pour moi. Le métier de biotechnologue. Les concours qui sont faits, technicien supérieur en biologie clinique, technicien supérieur en radiologie, biologie de santé, pourquoi faire la même chose? الحق في صفة رسمية تعترف بها كل من وزارات الصحة والفلاحة والصناعة والبيئة للتمتع بوظيفة في القطاع العمومي كسائر الطلبة المتخرجين من المعاهد العليا. مطالب رفعها طلبة البيوتكنولوجيا الطبية لوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي. المطلب الرئيسي هو أنه تقع تخفيض نسبة طاقة الاستيعاب لأنه الطلبة المتخرجين عددهم كبير وما نلقاوش من يخدموهم. والمطلب الرئيسي الثاني هو الاعتراف من وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة الصناعة وزارة الفلاحة هذوما الأربعة جاي نأمنوا لنا مستقبلنا باش احنا غدوا نجموا نأمنوا مستقبل تونس. احنا اليوم نقراو ضمن قطاع الوزارة مش معترفة به كيفاش غدوا باش تعترف بيا كصاحب شهادة عليا كيفاش باش تحلي أبواب سوق الشغل. الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد إضراب مفتوح انطلق منذ 3 أسابيع بجميع معاهد البيوتكنولوجيا الوطنية، لكن عدم استجابة سلطات الإشراف للمطالب أو حتى الدخول في مفاوضات مع ممثلي الطلبة المنتخبين سيدفعهم للتصعيد كما جاء على لسان أحد الطلبة. باش نسيروا في أشكال تصعيد أخرى منها الإضراب العام المفتوح بالمعهد اللي كنا قد خذناه معنا باش نوصلوه، أو ممكن نضطروا حتى الاعتصام داخل المعهد او اعتصام كذلك داخل الكليه ممكن، من ثم ما عندناش حتى مشكله ان ندخلوا هي ضربات جوع. رغم اهميه مجال البيوتكنولوجيا في جميع الميادين المتعلقه بالصحه والبيئه والفلاحه، الا ان التكوين العلمي لهذا المجال يعاني ضعفا وتهميشا، حيث يعاني المتخرجون من البطالة التي بلغت 71%. ما عندكش حق باش تكمل الماستر نتاعك، ما عندكش حق باش تكمل التيز نتاعك، انت ساعة على ساعة تلقى روحك في لابوراتوار تخدم في تحليل الدم ومن طون تصلح في ليزاباري، معناها فما مشكلة كبيرة برشا. راهو التكوين معناها صحيح موجود وضعيف، صحيح ضعيف، لكن حنا نجمو نوصلوا به لبرشا برشا، يعني نجمو نتواجدوا في جميع القطاعات كما الصناعة كما الفلاحة كما البيئة، لكن مش معترف بنا حتى حد. بسم الله نصر. كغيره من بعض التخصصات ورغم أهميته في الدول المتقدمة، يعاني قطاع البيوتكنولوجيا في تونس ضعفا في التكوين وانسدادا في أفق التشغيل، مما يطرح التساؤل حول الجدية في النهوض بمستقبل البحث العلمي في تونس. تسنيم خلف، قناة المتوسط.